القدس استهداف مقاتليها جرافة عسكرية إسرائيلية في شارع المدرسة بخان يونس وأحداث خسائر بشرية ومادية في صفوف جيش الاحتلال. وقالت السرايا إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو في محيط موقع أبو صفية العسكري شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ونشرت مشاهد مسجلة لطائرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر تقول إنها أسقطتها وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية جنوب غربي خان يونس. عملية تسلل لهم في إحدى محاور تقدم العدو في جنوب غرب لواء خان يونس من السيطرة على طائرة مسيرة للعدو من نوع كواد كابتر ماتريس 30، حيث حاولت الإطلاق على المجموعة المتسللة، ولكن وبحمد الله وتوفيقه وكرمه على مجاهدينا تمكن مجاهدينا من استهداف هذه الطائرة والتعامل معها والسيطرة عليها والحصول على معلومات هامة مخزنة بداخلها وعودة مجاهدينا وبحمد الله إلى قواعدهم بسلام ترعاهم رعاية الله وحفظه. ومن هنا نؤكد من جديد نحن في سرايا القدس لهذا العدو المجرم أن أرضنا وبحرنا وسماؤنا محرم على هذا العدو، والله مولانا ولا مولى لهم.